مفيش غير فرجاني. صحيح، مفيش غيره اللي معاه فلوس. ان شاء الله ربنا هيدبرها. رحت لامك؟ ابص لها ازاي؟ مش قادر عيني تيجي في عينيها. استنى استنى، ده الهباش جاي اهو. مين الهباش ده؟ ده اكبر هجام في المنطقه ومعاه فلوس زي الرز، ممكن ناخد منه بقيه المبلغ. ده حرامي بتاع ربنا ويمشي دايما في الخير. هباش طب اخلع انت. تكي على هنا. فين اراضيك يا معلم؟ وحشني والله. بنكافح في الدنيا الفانيه والله يا ابو عميره. ده شكله لا بتاع ربنا بجاي. بتاع ربنا ايه يا عبد الله؟ بيقول لك الفاني يعني مكرم. تشرب ايه؟ المشاريب يا عبد الله. ماشي، هات لي ينسون. ينسون بسرعه. اقعد منين؟ انت حرامي ابن حلال. مش واخد منك انا على الحنيه ده يا ابو عميره، طول عمرك لسانك زفر معايا. ليه بس؟ ده انت اقرب حرامي لقلبي. قصر يا ابو عميره وهات اخر الموال. عايزين 2000 جنيه. قلت لي انا من اول ما سمعت الموال ده وعرفت ان فيها في الاخر خازوق. مش عشاني، عشان عبد الله ابن خالتي، اصل امه محبوسه في وصل امانه وعايزين نخرجها. الله، انت بتشرد يا ابو عميره. يا معلم، ده الهباش ده مننا وعلينا. انا على عيني والله يا ابو عميره، انا لو معايا 2000 جنيه هديهم لك، بس انت عارفني بقى، قلبي غريف وبحب اعمل الخير. خير ويتاويش يجي منه الخير يا هلاش. وانا استنى يا ابطال، ده انت شبه الكفار يا هلاش. بس يا هل مين الواد ده يا ابو عميره؟ ولي ايه؟ ولي ايه؟ لا يا هلاش، اقعد هلاش واتكلم عيتل. انت ما تعرفش انت بتتكلم مع مين؟ العبد لله اللي وقف على المسمار وتناه. بس لا والله ولا انا حاولت اتنيه بس ما اتناش. احسن برضه. ممكن اركع؟ ارجع. الحقني يا عطال. معلش يا استاذ هباش، انا ممكن اخد منك بس 2000 جنيه واخر الشهر ان شاء الله هدوم لك 3000 جنيه؟ تصدق انت صعبت عليا؟ انا هديك ال 3000 جنيه ومش عايزه. الهي اعمر بيتك. بس تسرق معايا. الهي يخرب بيتك. اسمع بس، انا اللي قادر رايح اسرق محل صايغ، هتيجي تقف لي مدرجي ورزقي ورزقك على الله يا عم. يا نهار ازرق اسرق يا عبد الله، المضطر يركب الصعب. يركب الصعب مش يركب البوكس. هي مره وبعد كده طوب، ولا عجبتك حبسة امك في الحبس دي؟ يعني يا اما اسيب امي في الحبس يا اما اسرق واتحبس. لا يا عم، حد الله ما بيني وبين السرقه على جثتي. يا رب سامحني يا رب، استرها يا رب. امسك نفسك بقى، ما تودناش في داهيه. وبعدين ايه اللي بتعامله في نفسك ده؟ نزل دي هتفضحنا. احنا بنعمل ايه يعني؟ لا احنا جايين نسرق بس، مش جايين نعمل حاجه. اهبط بقى، قول هبط هبط هبط، استرها يا رب. يلا بينا. يلا فين؟ على السينا. هندخل المحل. ايه يا ابني اسمعني وانت ساكت؟ المحل مفتوح، انت عايز تحبست يا عم؟ عايز عين الخزنه من قريب. خليك في ظهري بقى وزي ما فهمتك. ها ليتس جو. لا شكله فاهم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. في حاجه معينه بتدوروا عليها اقدر اساعدكم فيها؟ كنا عايزين دبلتين اللي هم توينسي دول عشان فرح ابن خالتي عقبال عندك، بس العروسه بقى محكمه رايها على فورمه معينه، لفينا على كل حته ما لقيناهوش. تقولش بندور على سكر. على العموم دول احدث تشكيل نزله السوق، فرّوا عليها كده وشوفوا انتوا عايزين ايه وانا تحت امركم. تشكر يا ذوق. على فكره يا حاج، الدهب بتاعك ما جابش اكتر من 30000. ماشي ماشي يا عم كامل، اللي تشوف. انا لولا بس عمليه البنت انا ما كنتش فرطت في الدهب ده ابدا، اصل من روحه المرحوم. ربنا يخلف عليك ويطمنك عليها. ولا واحده من دول، مش ده الستايل اللي احنا عايزين. يلا سعاده البيت. يا انت ميرسي يا ذوق. لا حول ولا قوه الا بالله. شفت الست الغلبانه اللي جوه؟ شفت احنا جايين نعمل ايه وهي بتعمل ايه؟ الست بتبيع دهب عشان خاطر بنتها العيانه. ايه يا عم برميل مشاعر؟ احنا ظلمه يا عم. في ايه يا عم برميل المشاعر اللي انت واقف فيها؟ مشاعر احنا ظلمه صدقني. اسمع امي. اهدي شويه يا حاجه، وروح اعملي محضر في الاسم عشان فلوسك اللي اتسرقت. اسم ايه يا
البلد دي بتتسرق وبترجع تاني. ايوه يا ابني في حاجه بترجع تاني. شنطتك يا حاج؟ شنطتي ايوه هي دي الشنطه. ربنا يسترها معاك يا ابني. ايوه يا ابني ايوه 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 هي ايوه. تمام يا ابني تمام. السلام عليكم. ربنا يكرمك يا ابني ويخلف عليك بالحلال. وانت يا حاجة ما تديني بقى حلاوته. يا عم حلاوته ايه يا عم؟ الله يعينك يا عم ربنا يسترك. لا يا ابني لازم تاخد حقك. الشنطة دي فيها 30,000 جنيه وانت ليك 10%، يعني تاخد 3,000 جنيه. كريم يا رب. اتفضل يا ابني. طب بص يا ما استني يا ام، انا محتاج 2000 جنيه بس. خد ال 1000 جنيه وربنا يكرمك يا رب. خد يا ام. ربنا يكرمك يا رب. ربنا يسترها معاك يا ابني ويخلف عليك بالحلال. يا كريم يا رب. دي علامه. يا كريم يا رب. علامه ايه يا جدع انت؟ انت ايه اللي انت هببته ده؟ ينفع تقطع رزق ابن كارزة هنا كده؟ يا اخي حرام عليك يا اخي. ده حرامي. واحنا ايه دكاتره؟ ما احنا حراميه احنا كمان. ركز مع امي بقى، المحل قرب يقفل، عايزين نشوف هنعمل ايه. هو بالحق الفلوس اللي انت خدتها دي بالنص. فلوس ايه يا ابو فلوس؟ ما تقول انت والمحل بجاز. ما احنا جايين نعمل ايه؟ جايين نتمشى؟ ما تركز بقى يا ابني مع امي. انا هركز مع امك. بقول لك ايه يا عم الحاج؟ الواد ده حرامي وعايز يسرق المحل ده، وده بيبلغ الراجل بسرعه. وقف يا حرامي يا ابن الحرام. خد يا ابني.